استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأفادت مراسلتنا أن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب فلسطيني في العقد الثاني من عمره، وزعمت أنه حاول تنفيذ عملية طعن. وكثفت قوات الاحتلال وجودها في الخليل التي شهدت تظاهرة تطالب السلطات الإسرائيلية بتسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، وترفض سلطات الاحتلال تسليم جثامين 25 فلسطينيا ممن استشهدوا منذ بداية الهبة الفلسطينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري بدعوى تنفيذهم هجمات. كما تأجلت مسيرة كانت من المقرر أن تخرج في جامعة أبو ديس شرقي القدس، وتقرر تنظيم مسيرات طلابية وشبابية يوم غد نحو مناطق التماس في رام الله.